أطلقت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ببيروت المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2019 لتوفير المؤن الغذائية والبطانيات والمدافئ والمازوت والملابس والخيم لعدد من المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء الأحوال الجوية السيئة التي تعرض لها لبنان لا سيما المناطق الشمالية منها.